بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم غتشوفوا معايا هاد الكفتة المقرمشة كيفاش كتعمل. غادي تعجبكم بزاف وغادي تستمتعوا باللذة ديالها. بلا ما نزيد نطول عليكم غادي نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. اول حاجة عندنا هنا كفتة اولا لحم مفروم، غادي تاخذوا النوع اللي بغيتو، كفته ديال الدجاج ولا لحم البقر. هنا عندي بصله وحده، بصله حمراء اللي قطعتها هكا صغيره. عندنا بيضه. وبالنسبه للتوابل عندي نصف ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره تحميره اولا بابريكا، ملعقه صغيره ديال قزبور يابس، ملعقه صغيره اولا نصف ملعقه صغيره ديال الزعتر، ربع ملعقه صغيره ديال البزار. نبداو على بركه الله باش نخلطوا هاد المكونات. غادي ناخذوا البصله وغادي نزيدوا عليها الكفته. بسم الله. نزيدوا عليها بيضه. وغادي نزيدو باقي التوابل. صافي غادي نخلطو هاد العناصر كاملة، نخلطوها بمرة حتى كتنسم لينا هاد الكفتة مزيان. غادي نخلط هاد العناصر كاملة مزيان حتى كيولي عندنا خليط واحد منسجم. غادي ناخذوا الكفته ديالنا، غادي نجيبوا ورق الزبده. بسم الله. وغادي نحطوا فيه الكفته. بسم الله. غادي نوزعوها على هاد ورق الزبده. غادي نوزعوها بشكل متساوي على وجه هاد الورق. غادي نسرحوها مزيان. فاش كنسرحوا الكفته غادي نجيبوا فرماج حمر اولا الفرماج موتزاريلا على حسب النوع اللي كيعجبكم، وغادي نرشوا فوق هاد الكفته اولا غنغطي به هاد الكفته كامله. غادي نبقى غاده بحال هكا. حتى الكفتة نحاولوا باش تجينا في نفس السمك. صافي دابا غادي نبداو نطويو هاد الكفتة مع هاد الفرماج. بسم الله. غادي نبداو نحاولو نطوي غير بشوية بشوية. غادي نطويوها هكا ونعاودو ندوروها. نبداو نحيدوه مع ديك البصله عندي. غادي نبقاو غاديين بحال هكا حتى غادي ندورو هاد الرولو، يتكون لينا واحد الرولو ديال الكفته مع الفرماج. انا مع كثرت البصله كتجينا هكا جاريه، الا خفنا تجينا جاريه نديرو غير واحد شويه البصله
باش نتحكموا فيها، ولكن ديك البصلين كتجي كتخلي لينا الكفته لذيذه اكثر. دابا غادي ندخلها المجمد تقريبا واحد 10 دقائق ونرجعوا من بعد. بعد ما خرجناها من المجمد غادي نحيدوها من ورق الزبده وغادي نبداو نقطعوها طريفات كيف تشوفوا معايا. غادي نكمل هكذا في التقطاع بالشكل، وغادي نحط جانبا، غادي نبدا نقطع حتى نكمل هاد الكميه ديال الكفته اللي عندي كامله. بعد ما قطعنا الكفته ديالنا كامله في اناء، غادي ناخذ جوج بيضات، كاس ديال الحليب، نزيدو نصف ملعقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره بزار او الفلفل الاسود. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الدقيق، غادي نخلط هاد الخليط مزيان. فهاد الخليط غادي نحطو الكفته ديالنا، غادي نغطسوها في هاد الخليط، غادي نخليها جانبا كاملين، غندوزهم من هاد الخليط وغادي نحطهم جانبا. غادي نوجد واحد المقيله ندير هاد السخون وغادي نكملو باقي المراحل. المقله درتها تسخن، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، زيت نباتي، غادي نبدا نقلي هاد الكفته. غير تشد فراسها من هاد الجهه ونقلبها حتى من الجهه الاخرى. كاملين غندوزهم من المقله، غادي نحطوه مباشره في اللعطه وما بقى لينا غير ندخلهم في الفران ونطلقوا بعد ما يطيبوا. غادي نخليهم تقريبا واحد قسمين ونرجعوا من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال الكفته ديالنا بعد ما خرجناها من الفران، كيف كتشوفوا معايا كتجي مقرمشه ولذيذه. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كي كتجينا رائعه ومقرمشه، داك مذاق الكفته مع الفروماج كتجينا لذيذه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وديروا حتى نتوما في ديوركم وتستمتعوا باللذه ديالها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في قناتكم ساميه فود.